هنعمل ايه؟ هنعمل سموذي البينا كولادا. عندي حاجات بسيطه خالص، عندي شويه اناناس هنا فروزن عشان مش هستعمل ثلج، عشان الاناناس اللي عندي مجمد. عندي شويه من عصير الاناناس، عندي لبن جوز الهند، وعندي سكر، وده كل اللي عندنا. طيب على طول كده، اول هنزل بالاناناس، السكر، وهنزل بلبن جوز الهند. هبتدي اجرش الحاجات دي مع بعض الاول، وبعد كده هنزل بعصير الاناناس. ننزل شويه من عصير الاناناس ونضرب.